باب فضل الصلاة في جماعة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. والبضع من الثلاثة للعشرين وخلا من الواحد إلى الثلاثة إلى العشرين إلى العشرة يعني بضعا وعشرين درجة. وهذا يدل على أن صلاة الإنسان في غير جماعة جائزة وليست باطلة. وعن أبي قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. يبقى أقر الصلاة منفردا في الفريضة إلا أنه بين أنها في الجماعة تفضلها بإيه؟ ببضع وعشرين درجة. ليه بقول بضع؟ لأن في روايات ورد بخمسة وعشرين وروايات ورد بسبعة وعشرين. والزايد حج على الناقص، لأن ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أنها بخمسة وعشرين ثم تفضل الله فزاده فبلغ النبي عندما أعلمه أنها 25 ثم بلغ مرة أخرى أنها صارت 27. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويزيد لمن يشاء من فضله. وعن أبي قال حدثنا وعن أبي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته 25 درجة. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رستة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. وعلشان كده العلماء أخذوا بالزيادة وقال لك إن هي تفضل بسبع وعشرين درجة، لأن السعي للمسجد درجة والاقتراب للصفوف الأمامية درجة وحضور تكبيرة الإحرام درجة وتسوية الصفوف درجة وسد الفرج درجة ومتابعة الإمام درجة. وتقعد تعد بقى كده تلاقي في الآخر وقول آمين خلف الإمام درجة وقول سمع الله لمن حمده خلف الإمام درجة وهكذا كله تعد 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 تلاقي 27. واللي عايز يجيب ال 27 بالتفصيل يقرا كلام الامام السيوطي في الفتاوى. ليه بحث فيها؟ ليه هي 27 درجه؟ عد بقى كل حاجه فطلعت 27. هو بحث لطيف يعني. وعن ابي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن عبد الله بن ابي بصير عن أبي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. والشك من الراوي.